إن شاء الله نكمل هلا في ميكانيك السوائل المتحركة. بالدرس الماضي أخذنا ميكانيك السوائل الساكنة، شفنا الضغط في نقطة، نعم داخل سائل، ضغط السائل في نقطة تقع داخله، وبعدين أخذنا نتائج تجريبية عليها، واليوم إن شاء الله بناخذ، نعم أخذنا في ميكانيك السوائل أخذنا دافات أركميدس استنتاجها ومسائل دافات أركميدس، وكمان انتقلنا أخذنا قانون باسكال، هذا الواضح قدامكم على الشاشة، قانون باسكال الواضح على الشاشة قدامكم، قانون باسكال إن أي تغير في الضغط المطبق على سائل ساكن ومتوازن فإن هذا الضغط ينتقل بكامله إلى كل نقاط السائل وإلى جدران الوعاء، وأخذنا تطبيق عليه اللي هي دفعة السيارة. طلاب، هذا الدرس الماضي اللي أخذناه، اليوم إن شاء الله ننتقل إلى ميكانيك السوائل المتحركة. في ميكانيك السوائل المتحركة في عندي عدة تعريف بدي أحفظها. الجريان المستقر طبعا، او الجريان المنتظم هو الجريان الذي تكون فيه سرعة، هو الجريان الذي تكون فيه سرعة جسيمات السائل ثابت عند نقطة من خط الجريان لا تتغير مع الزمن. يمكن أن تتغير هذه السرعة من نقطة إلى أخرى، بس عند هذه النقطة تكون السرعة ثابتة لا تتغير مع الزمن. بعيد، الجريان المستقر هو الجريان الذي تكون فيه سرعة جسيمات السائل ثابتة عند نقطة من خط الجريان لا تتغير مع الزمن. إذا يمكن أن تتغير من نقطة إلى أخرى، يمكن أن تتغير من نقطة إلى أخرى. اثنين، في عندي الجريان الغير مستقر أو الغير منتظم. طبعا هو الجريان الذي تكون فيه سرعة جسيمات السائل عند نقطة من خط الجريان غير ثابتة مع الزمن. إذا السرعة عند هذه النقطة قد تزداد أو قد تتناقص، سرعة جريان السائل عند هذه النقطة بنسميه الجريان غير مستقر أو غير منتظم. أما إذا كان الجريان مستقر أو منتظم فإن السرعة عند هذه النقطة سرعة جسيمات السائل ثابتة لا تتغير مع الزمن. في عندنا شيء اسمه الجريان أو خط الجريان أو خط الانسياب. بالتعريف هو المسار الذي تسلكه جسيمات السائل أثناء الجريان. خط الجريان أو خط الانسياب هو المسار الذي تسلكه جسيمات السائل أثناء جريانها. في عندنا طلاب أنبوب التدفق. طبعا أنبوب التدفق هو أنبوب وهمي، يعني احنا نتوقع او نعم توقع او نعم كيف يكون أنبوب التدفق، حيث نأخذ سطح اس عمودي على خطوط انسياب السائل وننشئ أنبوب يحوي السائل المتدفق، مدعوه أنبوب وهمي او أنبوب التدفق. طلاب، في عندي سؤال هام، سؤال نظري هام، السؤال هو خواص السائل المثالي. نعم، خواص السائل المثالي، بدي احفظ هذه سؤال سني، اذكر خواص او اشرح خواص السائل المثالي. اولا، جريانه مستقر او منتظم، أي أن سرعة جسيمات السائل ثابتة عند نقطة من خط الجريان لا تتغير مع الزمن. اثنين، جريانه غير دوراني، يعني لا توجد لدينا حركة دورانية حول أي نقطة من خط الجريان، لا توجد حركة دورانية، كل الحركة انسيابية عديم اللزوجي، يعني أنا ما بجيب سائل صمغ وبساوي سائل مثالي، لا، عديم اللزوجي، أي أن قوى الاحتكاك بين طبقاته مهملة. طلاب، حاولوا تكتبوا الشيء اللي كاتبه أنا، وعبارة عن سلم تصحيح. غير قابل للانضغاط، يعني حجمه ثابت لا يتغير بالضغط، يعني أنا ما بجيب على سبيل المثال
سائل كالمياه الغازية مثلا، يعني الكولا تسمى سائل مثالي، لا هذا عبارة عن مياه غازية مضبوطة. إذا الماء المفلتر نسميه أو الماء النقي أو الماء المقطر يمكن أن يكون سائل مثالي لأنه حجمه ثابت لا ينضغط بعيد. خواص السائل المثالي: جريانه مستقر أو منضغط، جريانه غير دوراني وعديم اللزوجي غير قابل للانضغاط.